صباح الخير مشاهدينا، هنا في قرية الإمارات العالمية للقدرة تحديدا في سباق كأس الوثبة للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كيلومتر الذي تتخلله أربع مراحل مهمة. عدة إسطبلات مشاركة هنا، إسطبلات الماسة وإسطبلات إنجاز وإسطبلات الدربي وإسطبلات إس إس وزعبيل، ولا نعلم اليوم من ستكون على المنصة. جميع الخيول جاهزة بأكمل جهوزيتها لهذا السباق كأس الوثبة للإسطبلات الخاصة. أهم الخيول المرشحة اليوم خيل المهلهل اليوم معانا في هذا السباق. خلونا نتابع معا إذن المرحلة الأولى في هذا السباق من كأس ياس للإسطبلات الخاصة. دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها. ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليت عليها. حب الرمك يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها. أقسم بها الرحمن في كتابه، سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها. وفي الغاشية آين لمن فكر والهين مذكورة بتاليها. وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها. كما ذكرنا في هذا السباق يوجد خيول لها تاريخ من الانتصارات في سباقات القدرة، مثل المهلهل مع الفارس سعيد المهيري من اسطبلات اس اس، وأيضا راتونيرا تمتطيه الفارسة ليلى المرزوقي من اسطبلات الكمدة. والجدير بالذكر أن في مثل هذه السباقات للاسطبلات الخاصة هي فرصة لكل الاسطبلات البكر التي تريد أن تدخل عالم المنافسة، أو على الأقل يكفيها المشاركة حتى ولو بشكل تكميلي، وبمثابة تحدي لهم لاختبار فرسانهم وخيولهم قبل الخوض في عالم القدرة بشكل فعلي. المرحلة الأولى انطلقت وهي باللون الأزرق بمسافة 40 كيلومتر. كانت كالعادة المسافات متقاربة في بداية المرحلة، وتكون كذلك السرعات متقاربة قبل عمليات الضغط بالمراحل الأخيرة، لأنها هي من تحدد الذي سيتوج في النهاية. في النصف الأول من المرحلة كانت المقدمة من نصيب الفارس راشد البلوشي من اسطبلات العواصف على سهوة دراغون، بمقدمة المجموعة الأولى الفارس مطر الكعبي على سهوة أوبنجاي من اسطبلات حسن راكان، والمجموعة الثانية بالطليعة الفارس سوميرا على سهوة أوبركات من اسطبلات المزروعي. وبقى هذا الترتيب إلى ما بعد النصف الثاني من المرحلة الأولى، إلى أن بدأ الفارس محمد أحسن على سهوة براج تابع للإسطبلات الخاصة ملك سعيد عبدالله بن حازم بتجاوز الفارس مطر الكعبي من إسطبلات حسن راكان. وفي الأمام الفارس جبار سينك من إسطبلات البطين، ومن خلفه الفارس راشد البلوشي من اسطبلات العواصف. وباعتقادي هؤلاء الفرسان اختاروا المقدمة للحفاظ على هدوء خيولهم.
إلى قبل الوصول إلى القرية بالثلاث كيلومترات الأخيرة، مطر الكعبي يسيطر على المقدمة ومن خلفه الفارس محمد أحسن من الإسطبلات الخاصة. لحين وصولهم إلى القرية بقليل تجاوزه الفارس محمد أحسن ودخل قبله القرية. رغم الدخول المبكر لأغلب الفرسان إلى القرية، إلا أن الفحص يقلب الموازين في النتائج، فكان المركز الأول من نصيب أحمد البلوشي من اسطبلات الجابر على صهوة باترول بزمن تبريد دقيقة و24 ثانية وبمعدل سرعة 29.4. وجاء في المركز الثاني الفارس بهواني سينك من اسطبلات العواصف بزمن تبريد دقيقة و38 ثانية وبمعدل سرعة 29.3. وفي المركز الثالث الفارس ليلى عبد العزيز الرضا من اسطبلات إنجاز على صهوة ميسترال بزمن تبريد دقيقة و52 ثانية وبمعدل سرعة 29 فاصل دقيقة. صباح الخير أحمد، ونشوفك اليوم ما شاء الله لك مشاركة جميلة في هذا الكأس، كأس الوثبة لمسافة 100 كيلو مثل الإسطبلات الخاصة. أول شيء صباح النور. نعم مشاركتي أنا مثل ما أنت شايفة متصدر بحكم أن الحصان يمتاز بدقات القلب الطيبة الحمد لله، ومثل ما أنت شايفة السباق هذا في نص الموسم فالخيول كلها جاهزة. نعم خلينا نتكلم عن خيلك شوي. خيلك بترول؟ هي حصاني أنا بترول، حصان قديم. هو مشكلته بس شوية في الامتار الأخيرة يتعب، ولكن يمتاز بدقات القلب الطيبة. نعم أكيد أحمد مسوين له خطة أو تكتيك معين على أساس تحافظون على الكبري مال الخيل. صح، مثل ما أنا قلت لك الحصان قلبه قوي، فأنا مثبت على بيس شوي عالي اللي هو 29-30 بحكم أن السباق 100 كيلو. نعم. فساعد دقات قلبه على هذا البيس ما عنده مشكلة. نعم طبعاً انتهينا من المرحلة الأولى، لم تكلم المرحلة الأولى كيف كانت معك؟ المرحلة الأولى كانت عادية، بس شوية أحس إن التراك زايدين رمل أو إن في عية أمس كانت يمكن خربت التراك شوية علينا، يعني في بعض المناطق فيها رملة. صحيح، يعني تتوقع الظروف اللي أدت إلى تكوين مثل هالتراك، نقول ما بنقول سيء لأن ما شاء الله اللجنة المنظمة تحاول قدر المستطاع إنها يكون تمسح لنا التراك عدل كذي، بس تتوقع إنه مثل هالظروف البسيطة أو العوامل البسيطة ممكن تأثر على مجرى السباق؟ لا ما تأثر، أنا أعتقد على يعني بشيء كبير على مجرى نعم. السباق، لأنه بالحكم إن الأرضية عليك وعلى غيرك فالكل متساوي في هذا الشيء. إن شاء الله. الله يعطيك العافية يا رب، وشوفك دائما على المنصة تبارك الله. شكرا لك حبك أحمد. الله يحفظك. الله يحفظك.
المرحلة الثانية وهي باللون الأصفر وبمسافة 25 كيلومتر تنطلق بحماس أكبر من الفرسان والفارسات بترتيب الوصول الأول من اللوب الأول. والانطلاق مع أحمد البلوشي من اسطبلات الجابر وتلاه باقي الفرسان بنفس الترتيب وبمدة زمنية متفاوتة بحسب الوصول. وبقيت السيطرة بالنصف الأول من المرحلة من النصيب الأول والثاني من المرحلة الأولى وبمعدل سرعة 28 كيلومتر بالساعة تقريبا، أقل من معدل السرعة في المرحلة الأولى. وبعد منتصف المرحلة الثانية بدت المجموعات واضحة أكثر. المجموعة الثانية كانت في المقدمة اسطبلات زعبيل واسطبلات الكمدة واسطبلات العواصف، ومن خلفهم الفارسة بثينة الرضا من اسطبلات كحال. والجدير بالذكر أن هذا الاسطبل انطلق في أول مشاركاته في هذا الموسم من مواسم القدرة. وفي المجموعة الأولى كانت اسطبلات إنجاز واسطبلات الجابر والكمدة والعواصف. وبقي ترتيب المجموعات كما هي طيلة المرحلة إلى حين بلوغهم القرية على التوالي بحسب الترتيب سابقاً. لا مفر من مطب وفخ القلب والسرعة الزائدة في كل مرحلة من مراحل السباق، فقد تصدر في المركز الأول صاحب الترشيح المهلهل مع الفارس سعيد المهيري من اسطبلات اس اس بزمن تبريد دقيقة و49 ثانية وبمعدل سرعة 28.8. والمركز الثاني أحمد البلوشي من اسطبلات الجابر على صهوة باترول بزمن تبريد دقيقة و58 ثانية وبمعدل سرعة 28.8. والثالث جاء من نصيب الفارسة ليلى الرضا من اسطبلات إنجاز على صهوة ميسترال بزمن تبريد دقيقتان فاصل ثلاثة وبمعدل سرعة 28.8.
صباح الخير سعيد ومرحبا بك. نقول في هذا الكأس كأس الوثبة للصبات الخاصة مسافة 100 كيلومتر. صباح النور والسرور. والله اليوم السباق شوية صعب تقدر في متعة نقول يعني الخيول مرشحة وايد موجودة ما شاء الله ومن ضمنها الخيل المهلهل. خلينا نتكلم عن الخيل. والله المهلهل العام ماخذ على المركز الأول في الوثبة. نعم. واليوم إن شاء الله جاي جاهز الحصان ما عليه قصور بس نتمنى التوفيق. شفنا إن دخلنا على برنامج يا ماما برنامج انتصار مثل ما قلت لك كانت الخيول المرشحة من الصبلات اس اس المهلهل والكمدة وإنجاز وماسا، لكن نبغى نتكلم أكثر عن هذا الخيل اللي فعلا له جمهور اللي يعني يتمنى إنه فعلا يكون على هالمنصة. والله المهلهل ما عليه قصور حصان طيب وألينا حين ما اشترت واجينا الحمد لله إن شاء الله، بس نتمنى التوفيق. الحين تقدرين تحكمين من عقب المرحله الثالثه. نعم. ما تقدرين تحكمين. نعم. طب خلينا نتكلم عن المرحله الاولى والثانيه كيف كنت سعيد؟ والله المرحله الاولى كانت سريعه. نعم. ما نزلنا عن سرعه 30، كانت سرعتنا 31 30 ما نزلنا عنها، ونفس حتى المرحله الثانيه انا ما توقعت ان بيمشون هالسرعه بس. نعم. شوي السرعه سرعه عاليه كانت. نشوف التراك شو كان معاك. والله التراك وايد زين الحين، يعني رغم الظروف اللي صارت كذي بس تشوف الحمد لله. لا يعني لا الحين الحمد لله معدل وواجد ان شاء الله. الله يعطيك العافيه يا رب وتوفيق على المنصه. صباح الخير ليلى، انا وايد استانسه ومسوي لقاءات مع البنات وخاصه الفارسات. ثانك يو حبيبتي. خلينا نتكلم عن مجريات السباق ليلى، شو كانت معاك المرحله الاولى والثانيه؟ المرحله الاولى مشينا سرعه 30 وفي جروب كان قدامنا فنحن نعتبر الجروب الثاني، اند الفرس راتونيرا شي جار بنالتي فتاخرنا وطلعنا المرحله الثانيه سرعتنا 28 29. نعم. So we'll see. ونشوف شو بنسوي إن شاء الله. ليلى حبيبتي خلينا نتكلم عن الخيل اللي كان معك والخيل اللي مع طاهر اللي استبعد والخيل اللي مع ميثا وأحمد. بما أن يعني مايا والفرسان نبغاك تتكلمين عنهم. أوكي. خيل طاهرة صباب مرشح بس للأسف استبعد because he was lame. فالتركيز على ثلاثة خيول، أنا الفرس ضربت بنالتي فشوي تأخرنا. نعم. فعندنا ميثا قدام وخيل يعتبر جديد، فإن شاء الله he has a good chance. إن شاء الله يا رب. خيل أحمد شوي كان نيرفس المرحلة الأولى لاحظناها شفناها في التراك، فبنشوف الحين I think المرحلة الثانية هدى الخيل هذا يهدى المرحلة الثانية. So إن شاء الله على المرحلة الثالثة أداء خيل أحمد روس يعني he's gonna do better. and Chevrolet إن شاء الله مع ميثا بيأدي و يعني أملي كله في خيل ميثا إن شاء الله يعني. إن شاء الله. كابتن منصور شو كانت الخطة اللي مشيتوا أو اللي قال لكم عليها تمشون عليها بالضبط؟ المرحلة الأولى سرعة 30. إي هذا اللي الجميع اللي كان فيه يعني كنتم يعني ضمن الجروب أو ضمن إي إي بس in front of us بعد في another group كانوا سريع شوية أسرع ممكن ثلاثة 30 31 I think. فنحتى من ضمن الجروب اللي يمشي سرعة 30 وهي كانت خطتنا المرحلة الأولى. والمرحلة الثانية أنا ما أعرف ميثا قدام سوي دانو. أنا ورا سرعتي 28 29. أي ميثا كانت قدام. قدام هي. أنا قدام كانت مع الجابر صبلات الجابر معها بعد كانت قدامها. نشوف إن شاء الله الحين عقب المرحلة الثانية مرحلة ثالثة ولسي بن أتوقع بيخفون السرعة. الحرارة إيه تتفق أكيد هاي وايد هاي الظروف طبعا تأثر وايد نقول عامل كبير في الخيل. صحيح ولازم نحافظ على الخيل حق المرحلة الأخيرة ف. يعني اتوقع ان المرحله الثالثه بنخف السرعه شويه. نعم سوسي ان شاء الله خير. الله يحفظكم يا رب ونشوفكم دائما على المنصه الكمده دائما لها اسمها نقول موجود في عالم او في عالم القدره. الله يحفظك حبيبتي ليلى. ثانك يو باي باي.
كابتن عبد الرحمن، لو تكلمنا عن اسطبلك، اسطبلك حال اللي ما شاء الله قاعد يثبت وجوده الحين مع الاسطبلات المتواجده بقوه في عالم القدره. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هذا كله بفضل الله ثم فضل الداعم الاول الوالد الفارس احمد عبد الرحمن امين، الله يحفظه، وان شاء الله ان اسطبلك حال في تقدم ان شاء الله. كابتن، داخل بخيل واحد مع الفارس ابو ثينه وترتيبكم الحين الثامن. الحمد لله السباق اليوم سباق قوي، سيارين بسرعة عالية. نعم. والدليل أن في بعض الخيول تأخرت في القلب، لكن باقي مرحلتين سباق طويل. نعم. أنا أتوقع المرحلة الثالثة هي اللي بتحدد مصير الفائز. نعم. كابتن، ما تحس أن دخول الاسطبلات الجديدة الحين ومنافستها مع الاسطبلات الكبيرة الموجودة بقوة، طبعاً ما فيها قصور عليكم، يعني ما عليكم قصور من الاسطبلات، لكن وجودها اليوم في هذا السباق بمنافسة قوية، ما يعتبر هذا لكم تحدي؟ طبعا كل واحد داش الريس يترشح، وتعدد الاسطبلات هذا من دعم الشيوخ الله يطول عمرهم. نعم. ما قصروا، والشيخ منصور والشيخ محمد بن راشد والشيخ حمدان بن محمد. نعم. هذا كله بدعمهم وفضلهم. نعم. التكتيك اللي كنت تمشي عليه كابتن، وانا ثابت خطأ. انا ثابت على بيسي، انا ما يعني حتى لو جروب باعد ولا خف انا ثابت على بيسي عادي. نعم. مثبت على 30 31 30. طبعا هاي بنقول على اساس المراحل الاولى، لكن أينا. المرحله الاخيره تختلف، او نقول المرحله الثالثه هي اللي خلاص المرحله الاخيره خلاص هي المرحله الثالثه في الجدر طلع الملاس. نعم. فالك توافي يا رب، وان شاء الله يكون لكم هذا الدعم فعلا، ما شاء الله شوفها مش مقصره معاكم، مش مقصرين في هذا الدعم الاسطبلات الخاصه، وخاصه نقول الجوائز اللي نحطونها للمراكز ال70 وغيرها، هذا الدعم للاسطبلات. وهذا يشجع حتى الناس البعيدة، يعني مو بشرط اللي مثلا في دبي ولا في، حتى الناس البعيدة تي من كل مكان تحاول تشتري خيل. صح، يعني لو ردينا قبل شوية لقبل بنشوف الاسطبلات الخاصة كانت تنعد على الأصابع. صح. لكن الحين ما شاء الله من كم سنة كذي لا دخلت اسطبلات جديدة، وما شاء الله فعلا دخلت بقوة ومنافسة. صح. نعم. الله يحفظك يا رب، شكرا على تواجدك اليوم معنا. أجمعين الله إن شاء الله. شكرا. تسلم. تنطلق المرحلة الثالثة بلون الأحمر مسافة 19 كيلومتر، وهي المرحلة شبه الحاسمة للفرسان، ويبدأ فيها الجميع بشحذ الهمم للمحافظة على الصدارة، ويبدأ المدربون بتنفيذ الخطط المعدة للحفاظ على ركاب الخيل والفارس. بنفس المراحل السابقة ينطلق الفرسان على التوالي بحسب الترتيب. وبعد الانطلاقة بقليل سيطرت على المقدمة الفارسة ليلى الرضا من إنجاز على صهوة ميسترال، ومن خلفهم المجموعة الثانية التي بدأت بتجاوز الفارسة جوليا من اسطبلات الحميدية للفارسة ميثاء الكعبي من الكمدة على صهوة شفروليت.
وبمفاجأة في النصف الثاني للمرحلة فقدت السيطرة قليلاً على الخيل الفارسة ليلى الرضا من اسطبلات إنجاز. ولكنها صاحبة التصميم رغم تأخرها عن مجموعتها الأولى إلا أنها دؤوبة وشغوفة لاستكمال ما بدأته من بداية السباق، وانطلقت من جديد كطائر الفينيق من تحت الرماد، وكان الثاني الواصلين إلى القرية. في المركز الأول لهذه المجموعة الفارسة ليلى الرضا من اسطبلات إنجاز على صخوة ميسترال بزمن تبريد 5 دقائق و27 ثانية وبمعدل سرعة 27.9، والمركز الثاني الفارسة جوليا من اسطبلات الحميدية على صخوة لانديل بزمن تبريد 1 دقيقة و18 ثانية وبمعدل سرعة 27.8، والمركز الثالث الفارس أحمد البلوشي على صخوة باترول من اسطبلات الجابر بزمن تبريد 6 دقائق وبمعدل سرعة 27.8. كابتن يسعد لي مساك ونقول لك مشاركة جميلة من اسطبلاتكم، واليوم تواجدة في هذا السباق كاس الوثبة بمسافة 100 كيلومتر للاسطبلات الخاصة. شكراً على تغطيتكم المتميزة. الله يعطيك العافية. كابتن خلينا نتكلم عن مجريات السباق من اللوب الأول والثاني بما أنه وصلنا للثالث. والله السباقات الوثبة بشكل عام سباقات سرعة، ودائماً نشوف السباقات الوثبة سرعة عالية، وشفنا الشيء هذا في السباق اليوم في المرحلة الأولى والثانية تقريباً 30 وحتى في أوقات فوق 30. في المرحلة الثالثة الحين احنا المجموعة الثالثة كنا نمشي تقريبا 30، فالسرعة عالية جدا في سباقات الوثبة بشكل عام. يمكن اختلاف التراك كابتن بعد، يعني اختلاف التراك المسافة 100 في دبي 120، هذه الشكل تفرق. داخل باربع خيول كابتن، واستبعدت عندكم اعتقد خيلين تقريبا. خلينا نتكلم عن خيلك المتصدر واللي هو الحين بالمركز الثامن. صاني المركز الثامن توفعص يبعد عن الأول 8 دقائق، فما أتوقع عند المجال إنه ينافس المركز الأول. بس اللي بيطلع منه في اللوب هذا بنطلع يعني وبنشوف وين يوصل إن شاء الله، يعني بيكون في التوب العشرة نقول إن شاء الله، بيكون توب، بنحاول توب 5 إن شاء الله. طيب كابتن، هذه الدقائق هي محسوبة طبعا، نقول هي اللي تكون الخط الحاسم لترتيب الخيل. إذا ضغط خيل، يعني مثلاً إذا المسافة خمس دقائق ما بينه وبين الأول، هل الضغط هنا يأثر على الكبريم والخيل؟ في المرحلة الأخيرة والله ما تهتم للكبري أبداً. نعم. المرحلة الأخيرة اللي يهمك إنك توصل أول، لأن هنا يعطونك الوقت فاستك اللي عندك وقت، فما يهمك الكبري أنت. طبعاً إذا أنت جهدت الحصان أكثر عن اللازم بيطلع حصانك ما بيحصل. أكيد. لكن أنت جاي سباق تنافس يا الأول يا ولا شيء. نعم. وجود اسطبلاتكم اليوم في هذا السباق طبعا شرف لنا. احنا شرفنا نشارك في كل السباقات
سواء في دبي ولا في الوتبة. نعم. الحمد لله الإمارات تعتبر الأولى في العالم، الناس تتمنى تشاركنا. صح، الله يعطيك العافية يا رب، ونشوفك إن شاء الله من نقول متنافسين واللي متوجين على المنصة. إن شاء الله. شكرا. الله يحفظك كابتن. مساء الخير سيف، مشاركة طيبة منكم في سباق كأس الوثبة لمسافة 100 كيلو مثل الاسطبلات الخاصة. اليوم وجود الاسطبلات الجديدة طبعا ما بين الاسطبلات نقول القديمة أو الاسطبلات اللي لها فعلا وزنها في هذا السباق روح شرف. فخلنا نتكلم عن مشاركتكم اليوم في هذا السباق اسطبلات الشمسية. مساء النور أختي، والله عندنا حصان أول مركاض له. نعم. من الأرجنتين، اول مركاض له في نعم. في الوثبه. طبعا انتم اليوم داخلين تكميلي، بس هذا التكميلي معناته نجهز الحصان حال السباقات اللي جايه ان شاء طيب الله. طيب الخطه اللي دائما يرسمها المدرب، يعني مثلا الحين دخول خيول جديده في هذه السباقات، انك تعرفها على جو السباق، كون نقول تضاريس او الاجواء اللي خارج الدوله مختلفه عن الاجواء الموجوده. نعم نعم، لان برا يكون شويه ماشي عندهم رمل. نعم. ونفس الشيء طرمبات الماي، ما يسلمون طرمبات ماي يعني. نعم. مش متعود عليها. مش متعود، والحمد لله رب العالمين الحصان اول مركاض له، والحمد لله يستلم ماي. ما يجفل يعني لا ولا لا شيء عادي. لا الحمد لله مره استلم ماي ومروح سير طيب. نعم. سرعه طيبه. نعم. والحمد لله رب العالمين جايبينه تكميل، وان شاء الله السباقات الجايه ان شاء الله نشوف مستوى الحصان كيف. نعم. ونقدر ان شاء الله ننافس. برجع شوي بتكلم عن قصدي عن الخيول اللي تجي من خارج الدوله. نعم. تضاريس مختلفه، مناخ مختلف، تراك مختلف مثل ما قلت. كيف المدرب او كيف خطه المدرب اللي يتبعها عشان هذا الخيل يتعود على هذا المسار، يتعود على هذا المركاض، يتعود على هالاجواء كلها؟ والله يا اختي اول شيء اول ما نجيب الخيل. نعم. نعلمها يعني تمرينها على الارضيه الخفيفه اللي هي الكاتش، لان في الخارج ارضيتهم عاديه. نعم. فشوي شوي 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 ندخلها شوي شوي في الرمل وفي هذا وفي المفاعل. يعني تاخذ منكم نقول مده طويله، يمكن شهرين ثلاثة شهور. صار لهذا الحصان توعدنا يمكن ثلاثة شهور ما شاء الله من وصل اول مشاركه له. نعم. ان شاء الله، والحين خلص مرحلتين وان شاء الله نطلع المرحله طبعا الثلاثة. بعد هذا السباق بينا سباق يحمل اسم رئيس الدوله. رئيس الدوله ان شاء الله. نعم. 160. نعم. عندنا ان شاء الله حصانين ان شاء الله بنشارك. نعم. مجهزين يعني ان شاء الله، يعني مفحمين ومجهزين وان شاء الله خير. طيب الاسطبلات الخاصه، اذا تكلمنا عن الدعم اللي حصلونه اليوم من الشيوخ. والله ما مقصرين الشيوخ جزاهم الله خير. نعم. في الدعم وفي هذه الامور جزاهم الله خير، وقاعد يطرشوا لنا خيل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والشيخ محمد بن راشد جزاه الله خير ما مقصر، والشيخ منصور جزاه الله خير ما مقصر، والحمد لله رب العالمين هذا الموسم استوى كاس الشيخ محمد بن زايد. نعم. وهذا طبعا اول مره، اول مهرجان طيب وجوائز طيبه الحمد لله رب العالمين، وتحفيز حالنا الكل تنومس فيه. الكل تنومس فيه الحمد لله رب العالمين. الله يعطيك العافيه سيف، وان شاء الله ان شاء الله يا رب نشوفكم في سباقات ثانيه وتكونون متواجدين بقوه ان شاء الله باذن الله. باذن الله باذن الله ييسر الامور. مفاجآت الانطلاقة في هذه المرحلة، تأخر الفارسة ليلى الرضا من اسطبلات إنجاز بالانطلاق نتيجة عدم سيطرتها على الخيل، نتمنى أن لا يؤثر
ما حدث على نتيجتها بالسباق، ولكنها تستدرك وتمتطي مسترال وتنطلق. المرحلة الأخيرة والرابعة باللون الأبيض لمسافة 16 كيلومتر، هنا تبدأ الأمور تتبلور باتجاه النتيجة في سياق المرحلة نتيجة الجهد الذي سنراه من خلال المرحلة، وكل منهم واضع نصب عينيه المنصة والظفر بالكأس ونيل اللقب. من نصف المرحلة الأخيرة بدت السيطرة للفارسة ليلى الرضا بنصطبلات إنجاز على صهوة ميسترال جلية للجميع، محافظة على نفس الريس الذي انطلقت به مندفعة نحو القمة بكل ثقة، كما يقال واثق الخطى يمشي ملكا. ومن خلفها بدأت تخترق الجميع الفارسة ماسا أيضا من اسطبلات إنجاز على صهوة إيفو، مقلصة الفارق بينها وبين زميلتها من نفس الاسطبل. وهنا نستطيع القول أن الوصول للقرية كان شبه جماعي ومن نصيب اسطبلات إنجاز. ليلى الناموس، الله يبارك فيك. الحمد لله، الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على الفرس اللي ما قصرت. ما شاء الله الفرس كانت وايد قوي، يعني قويه من بدايه السباق لين اخر، وما قصرت. وناموس ومبروك على الاسطبل الانجاز. المراحل الاولى شو كانت معك اصعب مرحله؟ لان الحين المرحله الاخيره شلون تكون؟ مشيتي باريحي تبارك الرحمن. الحمد لله، لانه في تاخير من هي اول مرحله كان اصعب مرحله، لان تعرفين ان قدام كان كم من خيول شاردين والفرس شويه فيها بالضبط. بس الحمد لله يعني طافنا لاول مرحله بالسلام، والفرس يعني لفته حلوه. شفنا حظن الابو فعلا، هذا الحظن اللي دون فعلا دون ان شاء الله يدوم، اللي هو فعلا فخر بالبنت اللي فعلا نقول ترفع راس. هي صح، وهو اللي هو بدون ابوي ما بكون هني واقفه، ما بكون عندي هالشانس ولا هالاكسبيرينس ولا بدون ابوي ما بكون هالرايد. مشكور. الناموس حق لك خير. الفوز هذا الجميل، فوز بنتك، الحضن الرائع هذا، الحضن الأبوي فعلا. هي قالت أنا بكل شيء مصندني أبويا. هذا بالتأكيد، لكن صراحة ما أخذ منها أي شيء، لأن جهدها مجتهدة وايد من صغرها، مهتمة كثير، مواظبة على التمرينات، على التعليم، على يعني بقول لك من القليلين اللي صمدوا معاي، ومهب مجرد مدح فيها أنها بنتي، لا صمدت وتعلمت واجتهدت وأثبتت. في السابق كان الأبو يفتخر بالولد، وكانت البنت بالنسبة له يعني مو ذاك الزود، يعني مو ذاك الاهتمام. لكن البنت اليوم، أو نقول بعض الأسر، يعني البنت بالنسبة لهم هي نفسها الولد. هذا بالتأكيد أفتخر بها وبختها وخواتها اثنين. لا بالعكس، اللي يثبت نفسه واللي يؤدي ما شيء ولد ولا بنت، ما في فارق ابدا. في فارق، لا بالعكس، نفتخر بهم كلهم. نعم، لان لفتت انتباهي هالحضن الحلو. الله يسلمك. الله يحفظك يا رب، دوم ان شاء الله مبارك. شكرا جزيلا. نجمة الموسم، انا اعتبرها نجمة الموسم فعلا، ماسة حضور قوي ما شاء الله في جميع السباقات. الحمد لله. ناموس استبلات انجاز، والمدرب عبد الله والمدرب محمد النيادي، ألف مبروك. مبروك لك انتي بعد. الحمد لله، ما شاء الله عليك، ربي يحفظك. خلينا نتكلم يا ماسة عن المراحل اللي كانت، وفعلا يعني كان يقول في النقطة الأخيرة كان فعلا منافسة بينك. صحيح، الريس كان كثير صعب، والمنافسة كانت كثير قوية، بس الحمد لله تربع اسم ماسة في جميع الاسطبلات، الحمد لله جميع السباقات ما شاء الله. هذا بروحه الحمد لله. الحمد لله، بعد صبر يعني الحمد لله. ماسة واحنا جالسين نشوف الحين، نشوف ما شاء الله أغلبية اللي دخلوا بنات، يعني نقول هالموسم موسم بناتي ما شاء الله، يعني صاروا بناتي. انت شو قلتي هذا كم مره علقتي؟ خلاص موسم البنات الحمد لله. لاحظنا الحين ما شاء الله كلهم بنات. هي والشباب ما قصروا، بس
هو الريس كان صعب بس كنت كان عادي. صحيح. موفقة يا رب. شكرا. موفقة ودائما نشوفك على المنصة. الله يحفظك. كانت المراكز كالتالي: في المركز الأول فارسة ليلى الرضا من اسطبلات إنجاز على صهوة ميسترال بزمن تبريد 9.11 ثانية وبمعدل سرعة 28. والمركز الثاني أيضا من نصيب إنجاز مع ماسة على صهوة إيفو بزمن تبريد 9.2 ثانية وبمعدل سرعة 27.8. والثالث من نصيب الفارس سعيد السبوسي من اسطبلات العزم بزمن تبريد 14.4 دقيقة وبمعدل سرعة 27.6. مساء الخير ميتة حبيبتي، ونقول لك ان شاء الله ان شاء الله نشوفك على المنصه. خذيتي بالمراحل الاولى والثانيه والثالثه وكنت متمركزه نقول على المراكز الاولى. اهلين سهام. الحمد لله الخيل اعطانا من اول لوبين اعطانا باور، والخيل اول سباق حق الموسم يعني بس بالسبيد. بس اللي ساعدني اول مرحله فحص الدقيقه. نعم. بس المشكلة ثاني مرحلة انضربت بلنتي. نعم. فكان مركزي الخامس، ثبت على الخامس لين المراحل الأخيرة يعني. نعم. بس شوية لعبزني المرحلة الأخيرة يعني كان يبالي دق واستوى هي. بس كان في ضغط بينك وبين ماسة. كان في ضغط على المرحلة الأخيرة ما شاء الله. وايد كان ضغط لأن الحصان ايه؟ كان يعني يبالي. في البداية كنت شوية لكن بعدين بديت بالضغط. من المرحلة الثالثة من آخر الكيلوات يعني بدأ يقاصر الحصان. نعم. فالحمد لله بس انه اعطاني معطيات انه وايد قويه على المرحله الاخيره. نعم. بدا يقاصر بس الحمد لله حاولنا ندزه يعني. نعم. متابعه الكابتن معاكم او التعليمات اللي كان يقول لك اياها الكابتن اول باول؟ من الاول مرحله كان يقول لي خليك ويا الجروب يعني. نعم. ما قال لي لا يزيدي ولا نقصي، قال يعني كابتن منصور دائما تكون له تكتيك معين شيء، بس خلى يعني خلاك على مستوى المجموعه نقول او الجروب اللي كان معك. هي بس تم قال لي خليك ويا جروب ولا تزيدين ولا تنقصين عنه. حتى لو لاحظنا ان في المرحله الاخيره الجروب كان في مجموعتين اللي كانت متمركزه، المجموعه الثالثه وايد مسافه بينكم وبينهم. يعني في المرحلة الأولى هي كنا جروبين، أنا كنت في الجروب الثاني. نعم. بس اللي ساعدني كنت قدام ركبري الخيل لأن دقيقة فحص دقيقة فدش قبلهم. نعم. المرحلة الثالثة متصدرة المركز الثالث، الحين إحنا في المرحلة الرابعة وقاعدة نتري الفحص. إن شاء الله الناموس لك، ونقول لك إن شاء الله إن شاء الله يكون فالك فعلا الناموس. أتمنى. يحفظك يا رب ميثا، ودائما ما شاء الله عليك فارسة مجتهدة، ونشوفك إن شاء الله دائما في المنصة. أشكرك. سعيد الناموس لك، ونقول لك مبروك على هذا الفوز وحصولك على المركز الثالث في سباق كأس الوثبة للاسطبلات الخاصة لمسافة 100 كيلومتر. حقا خير.
الله يعطيك العافية. خلينا نتكلم عن الخيل اللي كنت عليه، ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني إذا بنتكلم عن المرحلة الثالثة كنت في المتصدر في المركز 17، تبارك الرحمن في المرحلة الرابعة الثالث. الحمد لله. تكتيك اللي صارك؟ مش تكتيك، هذا خيل وطاحن خيول قدامنا وايد. نعم. ووصل الخيل يعني حتى أنا ظاهر المرحلة الرابعة كنت لازم أكون ثامن أو سابع. نعم. وطلعت سادس أظني. نعم. والحقت في خيول وايد تعبان قدامنا. نعم. خلينا الحق. بير ستريت هذا الخيل خلينا نتكلم عنه. أول كيف. مشاركة له. أول مشاركة له. نعم. أول مرة يصير قدامنا. يعني. طيب سعيد، ما تحس إن مشاركة الخيل يكون يعني هذا مجازفة من الكابتن أو المدرب إنه يدخل أول خيل في سباق؟ نحن أصلاً من انطلقنا هو أول مرة دخله، بس يوم انطلقنا نحن كنا عبيس واحد يعني لازلنا ولا حتى ما شفتونا ظن. صحيح. المرحلة الأولى والثانية والثالثة لأن نحن نمشي عبيس واحد. نعم. وحصان يتميز بالقلب. نعم. حتى معنا يوم نوصل هني يكون قلبه وايد نازل، بس نحن ما ندخل ليش من أول مرة. نعم. وحتى يمكن ما يأخذ دقيقتين، يأخذ أقل عن دقيقة بعد. ما شاء الله. إنه يوصل هني فاحص. نعم، يعني قلنا ما شاء الله دائما في مفاجآت تستوي تقلب الأحداث كلها. أيه. يعني في يقول خيول متأخرة بس تبارك الرحمن نقول الله يبارك بخيرهم تتقدم. إيه. اللي يساعدها طبعا هو القلب والبور. نعم. طيب الضغط اللي صار في المرحلة الأخيرة. والله أيوين من انطلاقه يعني من لا بالمرحله الاخيره خلاص وانتم داخلين على القريه يعني كان ضغط قبل عادي بس بعدين خلاص لا اول شيء انا اكثر شيء ضاغط قبل يعني لو كان تصوير قبل علي من زمان ضاغط انا كنا امشي 33 34 من بس كان بينك مسافه ومسافه المجموعه الاولى كذا دقيقه يمكن ثلاث نقول اربع دقائق كانت ضغطت لين ما وصلت بس يوم قبل الرين عياز شوي نعم يوم دخلنا الرين هني كنت ابغى افتح بس اقول ما في وحصان الكمده ما شاء الله يعني ردت الحياه في نعم يوم رد قلت ما بقدر ما بتلحقها خليتها قدامي خليتها نعم يوم وصلنا اخر شيء قلت فيها ضبط. ولا الله يعطيك العافيه يا رب ونبارك لك مره ثانيه ونقول لك فالك النوص دائما ان شاء الله في كل سباقات القدره الله يحفظك سعيد وصلنا لختام كأس الوثبة لملاك الاسطبلات الخاصة، لم تحدث أي استبعادات أو انسحابات كما حدثت في السباقات الأخرى، الكأس بقى في الوثبة، إنجاز تحصد المركز الأول والمركز الثاني، مشاركة جميلة من الاسطبلات جديدة في هذا السباق، نتمنى أن نراها في سباقات أخرى وتحصد المراكز الأولى، نشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم إلى المنصة.